السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء هذا جيت نوريكم واحد المنتوج صيدلاني وشبه صيدلاني. هو عبارة عن مكمل غذائي أوكسيبرولان ديرميك. هذا مكمل غذائي، كان موضوع يعني دراسات سريرية، ويهدف إلى تحفيز تخليق الكولاجين. تظهر النتائج في أقل من شهر، حيث أن الجلد يصبح أكثر تماسكا ويستعيد إشراقته. أوكسيبرولان ديرميك هو واحد مكمل غذائي كما قلت لكم، بيو ريشيرش لابوراتوار باري. هو مكمل غذائي يتوفر على 60 كبسولة. الشكل ديال الكبسولات ديالو هكا تيكون الكبسولات، هاد الكبسولات اللي هكا الشكل ديالها. مكوناتها بيبتيد الكولاجين البحري المتحلل بالماء وزيت السمك، مع جرعات من حمض دي اش ا وحمض الاو بي ا، ومسحوق الكاريل ومسحوق الطحالب. فأوكسيبرولان ديرميك هو موصوف من قبل أطباء الجلد وجراحي التجميل لفعاليته في مكافحة الشيخوخة والعلاج. هاد أوكسيبرولان بعد تقدم العمر من سن 35 ينخفض تخليق الكولاجين وحمض الليلورونيك والإيلاستين في البشرة. يعود سبب لفقدان مرونة الجلد ولونه وثباته، وبالتالي تصبح هذه البشرة فيها أرق وتجاعيد. فمع المكمل الغذائي أوكسيبرولان ديرميك في خلال الأسبوع الثالث، هذا الأسبوع الثالث من الاستعمال يعود للبشرة كثافتها وإشراقها. أوكسيبرولان ديرميك هو عملية بحث في عمليات الشفاء والتجديد الأنسجة لتوفره على بيبتيدات دقيقة منخفضة الوزن الجزئي الناتجة عن تحلل الماء الجزئي لبروتينات الأسماك من البحار الباردة من الأعماق البعيدة الخالية من التلوث. فأثبتت دراسات تخليق الكولاجين في البشرة بنسبة 30% خلال 3 أيام مع استعمال هذا المكمل الغذائي. إن شاء الله في حلقات مقبلة، من بين الحلقات المقبلة غادي نحاول أنني نشرح لكم معنى البيبتيد ومفعوله الإيجابي على الصحة ديال البشرة ديالنا. فكيفية استخدام هذا المكمل الغذائي في حالة ترهل الجلد وقلة تماسك الجلد وشد الجلد، التئام بعض الجروح. في حالة مكافحة الشيخوخة فكبسولين في الصباح في وجبة الفطور لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. أما وفي حالة شفاء كبسولتين من شهرين إلى 3 أشهر. جيلاتين في المكمل الغذائي فهي جيلاتين السمك. نتمنى أنني نكون وصلت لكم بعض المعلومات لهذا المكمل الغذائي للناس اللي تهمهم الأمر، لأنه مكمل غذائي اللي تعطى بزاف من قبل أطباء الجلد، ولما لا نهضروا عليه. والإنسان اللي عنده هاد المشاكل يعني في البشرة ديالو أنه يجربه. وشكراً.